جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول: أخوكم في الله أشرف محمد محمد بدوي مدرس مصري ويعمل في جازان، له سؤال طويل. ملخص هذا السؤال هو: هل هناك زكاة على الذهب المعد كحلية وزينة للمرأة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فأرجو منكم توضيح هذه المسائل. زكاة الذهب بعد بلوغه النصاب هو 85 جراما كما قال العلماء، هل تخرج الزكاة على الذهب كله الذي بلغ النصاب أم يستثنى من النصاب وتخرج الزكاة بعد النصاب؟ الذهب الذي عند زوجتي هو لها وبعضه مخصص لبناتي، هل يكون النصاب في الجميع أم يكون في كل واحدة على أحدة؟ ثم يقول: الذهب الذي عندنا يدخل في صناعة أشياء ليست من الذهب وهي على سبيل الزينة، هل نحسبها من في الوزن أم نستبعدها؟ وأخيرا، الذهب الذي عندنا اشتريناه على فترات متباعدة، فكيف كيف نحسب له بلوغ الحول؟ جزاكم الله خيرا. الزكاة في الحلي المعد للاستعمال من الذهب أو الفضة فيه خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم على أنه لا زكاة فيه لأنه معد للاستعمال، فيكون كالملابس والمساكن والمراكب التي تعد للاستعمال لا زكاة فيه. وذهب بعض العلماء إلى إيجاب الزكاة فيه وإن كان معدا للاستعمال. فعلى كل حال، إخراج الزكاة عنها أحوط وأبرأ للذمة وخروجا من الخلاف. وأما نصاب الذهب فهو 20 مثقالا، وبالجنيهات 11 جنيه ونصف تقريبا، وبالغرامات 92 أو قريبا من ذلك. فإذا بلغ هذا المقدار فأكثر فإنه تخرج زكاته كما ذكرنا من باب الاحتياط ومن باب إبراء الذمة، تخرج زكاته إذا بلغ هذا المقدار وحال عليه الحول تمام سنة من تملكه. وأما ما ذكرت من أن هذا الذهب موزع بين عدة نساء من بناتك فكل واحدة لها حكمها، فإذا بلغ مال كل واحدة نصابا وحال عليه الحول وأرادت أن تزكيه كما ذكرنا احتياطا وإبراء للذمة فهذا أطيب. أما إذا كان ما يخص كل واحدة أقل من النصاب فلا زكاة فيه. نعم، جزاكم الله خيرا. بالنسبة للأشياء التي تخلق مع الذهب أو تكون زينة في الذهب شيخ صالح، يقول: هل نستبعدها في الوزن أم كيف يكون؟ هذه لا تحتسب، لا تحتسب، استبعد ما خلط مع الذهب والفضة، وإنما يعتبر خالص الذهب والفضة إذا بلغ نصابا، يعني يفصل هذا من هذا. نعم. وإذا كان الذهب مشترى على فترات كما يقول شيخ صالح، كل ما تم له حول من اشترائه فإنه يزكى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.